يا جماعة شعري اتنكشف ما قادرة اضبطه. جبنا مثل الشوربة والله طيبة. كثير طيبة. لا يا عمري ما بدنا شيء داخل قلبك والله كلك. ابو النور خذ ما بدك. صح انت حر. صح تعال. واخيرا خلصنا كل الاجراءات وهلا حنسافر. ادعوا لنا جايز. انا عشان من هلا بس بدي احمل شيء. شو قالتكم حمل؟ ححمل قصه او شيء اسمها. واخيرا وصلنا على الطيار. خايفه؟ خايفه من غير اللي بس عم شوف الطياره عم تطلع بخاف. لانه اكيد روح قلبي الانسان اللي بخاف يقعد جنبي. لا. تعالي تعالي لحضن الماما. والله لا تخافي. والله العظيم خايفه. حاسه حالي طالعه بقطار الموت. بسم الله عليك. شوفي قطار الموت. ادعوا لنا جاي ادعوا لنا حتى الماما منا كما حس. يلا جاهزة؟ تفضلي. معك جاهزة؟ ايه معي. اه هاي 15 خليهم الاثنتين الثلاثة. وسنسافر. ادعوا لنا جايز. مرحبا فرح. شو عم تحكي يا؟ ليك عم تحكي. بسم الله عن جد خوفتني. اول مرة بخاف من الطيارة. جاهزة؟ يا ريت قعدتك جنب الشباك حتى تتأمل. شو صار معك؟ شو لوين؟ وين وين وين؟ والله اني خايفة من اول من اول طلعة. هبطت هبطت الطيارة. لا برو. يا رب. بسم الله تركنا ورحمن رحمنا ورحيم يحرسنا كل شيء. آمين آمين آمين. خلاص. لا في لا لا والله العظيم ما إلى ولا أي رهبة الحمد لله. ما عندي أي خوف. يعني أول يعني قبل ما حسيت بهي الرهبة بس هلا كثير حاسه فيها. عجل والله ثواني اشوف نبضك نبض قلبك. ايه والله دب دب ضغطه دب ضغطه عم يدبه عم يدبه. مامي مامي خايفه؟ عن جد خايفه؟ بس يعني بس تقدر